معي عبر الهاتف من الرياض دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس شورى السعودي سابقا. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور محمد. يعني في ادانات كثيره من مجلس الامن وفي كل القراءات لايران اليوم. بولتون الامن القومي في الولايات المتحده في رصد كبير لايران وتدخلاتها، كيف سيرد؟ في اسئله كثيره على الحوثيين. فرنسا كانت واضحة جدا، مجلس الأمن يدين، السعودية طبعا جاهزة للرد على صواريخ الحوثيين على المملكة، ولكن تفضل اختيار الوقت المناسب. كيف تقرأ كل هذا المشهد؟ وبالمقابل طبعا بإيران نشهد تظاهرات اليوم، نتحدث عن تظاهرات في الأحواز. الغريب موقف مجلس الأمن من تنفيذ القرارات الدولية التي اتخذها، وخاصة القرار الدولي 2216 الذي ينص على عدم توريد أي نوع من السلاح إلى اليمن وهي في هذه الظروف، وأيضا على ضرورة سحب الأسلحة من أيدي الحوثيين وخروجهم من المدن. للأسف أن مجلس الأمن الذي اتخذ هذا القرار لا زال يتحدث بما يشبه الإدانات وما أدرك ما الإدانات، ولكن نريد عمل، نريد فعلا بأن تطبق القوانين الدولية على من يورد السلاح، وهي إيران في الدرجة الأولى. أما الحوثيين فليسوا إلا أدوات لإيران في المنطقة. الآن هناك تهديد لأمن المنطقة، تهديد لأمن دولة ذات سيادة هي المملكة العربية السعودية، بإطلاق تلك الصواريخ على مشهد من العالم. المملكة العربية السعودية تجد نفسها مكتوفة. بس صوت كثير بعيد لأنه أقول تجد نفسها أنها للأسف بإمكانها وبقدراتها أن تحجم دور الحوثي وأن تفرض حصار على ميناء الحديدة وتجعله تحت إدارة التحالف العربي، ومع ذلك طلبت من مجلس الأمن أن يكون هذا الميناء تحت إدارة الأمم المتحدة لكي لا تسرب من خلاله الأسلحة وتصل المساعدات التي يصادرها الحوثيين إلى مستحقيها في أرض اليمن، الذين يتباكون المجتمع الدولي على أن أطفالهم يتعرضون لكذا وكذا وأن الأبرياء يتعرضون لكذا وكذا، ولا يشيرون بشكل واضح إلى أن الحوثي يتحمل كل هذه المسؤولية وإيران وراء الحوثيين. نحن الآن في تحرك دولي صحيح، في قرار في أمس قرار دولي. هذه المرة سيكون هناك تحرك على الأرض ما بعد القرارات دكتور محمد؟ بكل تأكيد، أقل شيء المملكة العربية السعودية دولة قادرة أن تدافع عن نفسها وعن مواطنيها وعن سيادتها وعن حدودها. لن تأبه البعض. هي قادرة، ولكن متى؟ يعني هي قادرة طبعا على أن ترد على هذه الصواريخ، وكأنه وتنتظر وفق كل المراقبات اليوم الوقت والمكان المناسبين، متى؟ المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة تحترم القوانين الدولية، ولكنها تتعامل مع دولة اسمها إيران لا تحترم أي قانون دولي، وتتعامل اليمن بكل أسف والمجتمع الدولي مع عصابات أقرب ما يكونوا إن لم يكونوا نسخة طبق الأصل لداعش، يمارسون كل أنواع الظلم والعدوان والقتل والسحل ضد اليمنيين. أنا أعتقد المملكة العربية السعودية إذا لم يتحرك مجلس الأمن بفرض عقوبات قاسية على إيران في الدرجة الأولى، فإن المملكة قادرة على أن تحمي نفسها وتعمل كل ما بإمكانها ويتبقى القدرات. إذا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأنا أعتقد أنه لن يطول هذا الأمد. من قبل السعودية صبرت كثيرا، ولكن قد تتخذ كل الإجراءات التي تحمي نفسها وتحمي بلادها ومواطنيها، وأيضا تقف بقوة إلى جانب الشرعية التي هي شرعية تمثل معظم الشعب اليمني الذي اختطف الحوثي بالأسلحة الإيرانية حق ممارسة كل أنواع الظلم ضد الشعب اليمني. طيب السعودية طبعا قلنا قادرة أن ترد، السعودية يعني بتحاول قدر المستطاع ولا تريد أن تخالف القوانين الدولية. الموقف الدولي أو التحرك الدولي على الأرض هذه المرة إلى أي درجة هو
أسرع مما كنا نتوقع، خاصة مع التغيرات بالداخل الأمريكي، واللي من شخصياتها ومواقف شخصياتها بنعرف تعامل، يعني صار مضروب باثنين التشدد أو ثلاثة، الملف من خلال ترامب، موقفه من إيران، بومبيو الذي يحل محل تيلرسون المتشدد جدا في الملف النووي، بولتون أيضا متشدد وضد بشكل كامل الملف النووي تحديدا الاتفاق النووي. لما نقول التغيرات التي حصلت في الإدارة الأمريكية، بولتون وبومبيو وغيره من القيادات وبرئاسة الرئيس ترامب، يدركون تماما خطورة إيران في هذه المنطقة وخطورة ما تقوم به إيران من زعزعة للأمن والاستقرار في هذه المنطقة على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن. العراق دمر، سوريا مدمرة، لبنان مشلول، اليمن مدمر، الخليج مهدد. ولذلك إذا كانت للأسف أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت متهاونة متخاذلة لا تستطيع أن تعمل شيء، ولكن أعتقد الآن في ظل الإدارة الجديدة هي لا يطلب منها إلا أن تقوم بما يجب أن تقوم به ضد إيران، الخارجة عن القانون الدولي، الخارجة عن أي أعراف دولية المارقة والمتعدية على بلدان ذات سيادة وتدميرها. هنا نستطيع أن نقول للمجتمع الدولي، لا نكتفي بتصريح من وزير خارجية فرنسا، هو يعرف تماما قبل غيره أن الأسلحة تأتي من إيران، ويعرف ذلك منذ سنوات طويلة. إذا هذا الكلام لا يخدرنا، أن والله نعرف أنه تخرج الأسلحة والصواريخ من الضاحية الجنوبية، نعرف أن الحرس الثوري يقوم بدور إطلاق الصواريخ ومعه عملاء حزب الله. نعرف بس المشهد صحيح فرنسا، نعرف ما قالوا بس نريد تحركات على الأرض. الدكتور محمد، يعني واضحة فكرتك، بس ينتظر إيران هذه المرة أياما صعبة، صحيح؟ أنا أعتقد نعم، إيران الآن في 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 مأزق كبير، وأعتقد أن المجتمع الدولي صبر عليه كثيرا. أما نحن في المنطقة العربية فبكل أسف العراق دمر، سوريا دمرت، لبنان مشلول، اليمن مدمرة، كثير من هذا صبر هذا الشعب العربي المظلوم أكثر من 3 عقود من الزمن، وإيران تعدت كيفما تشاء. أعتقد الآن السعودية تقود عالم عربي جديد، نهضة عربية جديدة لا تقبل الظلم إطلاقا، ومعها إذا كان المجتمع الدولي يقف مع الحق فنحن نريد المجتمع الدولي أن يكون واقفا مع الحق. أما إذا المجتمع الدولي متخاذلا فنحن قادرون على أن نكبح جماح إيران بما نملكه من قوة، وليس قوة عدوانية، إنما دفاع عن حق مشروع. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من الرياض، دكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا.